القبر تلك الحفرة الضيقة التي قطعت قلوب الصالحين لعلمهم بما يكون فيها. كان عثمان بن عفان رضي الله عنه إذا وقف على قبر يبكي حتى يبل لحيته، فقيل له: تذكر الجنة والنار ولا تبكي، وتبكي من هذا؟ فكان يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن القبر أول منازل الآخرة، فإن نجا منه فما بعده أيسر منه، وإن لم ينج منه فما بعده أشد منه.